بلغ عدد مستخدمي البوابة التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم خلال شهر واحد ما يزيد على 477 ألف مستخدم قد استفادوا من المحتوى الرقمي بكافة أشكاله. وقالت سعادة السيدة نوال الخاطر الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم أن هناك تفاعلا كبيرا من قبل الطلبة وأولياء أمورهم لاستخدام البوابة التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة، وذلك حسب ما أظهرته الخدمة الإحصائية التي تم من خلالها معرفة عدد زوار البوابة التعليمية ونسبة المتصفحين ونوع الأجهزة المستخدمة للتصفح، الأمر الذي يشير إلى نجاح وزارة التربية والتعليم في الوصول إلى شريحة واسعة من الطلبة وتقديم الخدمة التعليمية المطلوبة لهم في هذه الفترة الاستثنائية. وبينت الخاطر أن البوابة التعليمية تضم عددا من المواد التعليمية الرقمية من إعداد المعلمين والتي يزيد عددها على 408 آلاف مادة موزعة بين نشاط وتطبيق وحلقات نقاشية ودروس وإثراءات علمية، حيث بلغت نسبة استفادة الطلبة منها أعلى درجاتها عبر تواصلهم الرقمي المباشر مع معلميهم الذين استطاعوا من خلالها تقديم الدروس لهم والتفاعل معهم والرد على استفساراتهم.